تشهد محافظة السويداء سيئا كبيرا بعد القرار الذي أصدرته اللجنة العليا للدواء التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام برفع سعر الدواء بنسبة 30% على معظم الأصناف الدوائية، إذ عد أهالي المحافظة هذا القرار مقدمة لقطاع الأصناف بعد التصريح الذي أدلى به معاون وزير الصحة الذي علل بأن قرار رفع سعر الدواء جاء منعا لقطاع الأصناف التي ارتفعت أسعارها والتي تقدر بنحو 1800 صنف دوائي. بالنسبة لسعر الدواء كثير غالي، ما عاد حدا خارج يأمن ولا شيء أبدا نهائيا، يعني من 15 لل 50 من 30 لل 60، هذا شيء مستحيل الإنسان يقدر يتحمل هذه الأعباء. ودخل المواطن ما نهائيا، يعني بيدفع لنفرض 20 أو 30 ألف دواء وما بيقدر يطالع منهم لو أنه 5000 أو 10000 ليرة، مين بده يجيب؟ ويرى أهالي المحافظة أن الهدف من رفع سعر الدواء هو مضاعفة الأرباح، ليس إلا لأن رفع الأسعار يجب أن يتم بعد إجازات الاستيراد، هذا إن كانت الحجة أن رفع السعر جاء تماشيا مع رفع سعر صرف الدولار، ولكن أن يتم رفع السعر على المواد المخزنة في المستودعات فهذا القرار لا يوجد له مبررات، ولا يستطيع المواطن تحمل جميع هذه الأعباء الاقتصادية. واحد عم ياخذ له 40 50 الف راتبه وما عم بكفيه اكل وشرب، كمان زياده فوق الدواء دواء، يعني اقل بيت بده 20 الف اسا حاليا او 30 الف دواء، يعني هذا راح نصرط بس كيف بده يشتري؟ منين بده يشتري المواد؟ نرجع نقول الله يكون بعوننا يعني وصبرنا واكثر هيك ما بنقدر نحكي، هذا الموجود. مراقبون أشاروا إلى أن عجز النظام وإدارته عن الوصول إلى حلول لإيقاف هذا الانهيار الاقتصادي أدى لرفع سعر الدواء، وربما يكون هذا القرار هو خطوة لإعلان انقطاعه، مطالبين أهالي المحافظة بعدم تصديق الروايات والحجج التي تطلقها صفحات النظام بأن سبب ارتفاع الدواء هو الحصار، لأن العقوبات الاقتصادية لا تشمل الدواء والغذاء على حد قولهم.